هذه ليه ما تتكلم اليوم؟ ألو وينك؟ تسمعيني؟ أهلا وسهلا، بغيتي شيء؟ أبي أسالف معك. حياك الله، أنا جاهزة في أي وقت، بس ودي أسألك إلى متى بتقعدين تسولفين معي؟ كيف يعني؟ ما فهمت. شوفي، لازم يكون معاك أصدقاء تسولفين معهم ولا تقعدين تنتظريني. بس أنا ما أحب أتكلم معاهم، وأنت عارفة ليه. أنا عارفة، بس صدقيني ما رح تقدرين تعيشين لوحدك طول العمر. طيب كيف أتحمل أساليبهم واستفزازهم فيني؟ لازم تثبتين نفسك وتتعاملين معهم شخصية قوية، وتقولين لهم إن كل اللي قاعدين يسوونه خطأ. ما أقدر، والله ما أقدر. أول ما أتكلم بيقولون إني بيستفزوني وزي كذا. أنا راح أتابع، ولكن لو أخطأوا في حقك راح أتدخل. طب أنت ليه ما تقولين لهم؟ راح أنصحهم، لكن كم بقعد أنصحهم وكم بدافع عنك؟ لازم أنت نفسك تعرفين وش اللي لك وش اللي عليك وتدافعين عن نفسك. طيب ما أقدر، والله ما أقدر. إلا تقدرين، ولازم تؤمنين بنفسك وبأنك بشر، والله خلقك في أحسن تقويم، ولا أحد أحسن منك. طيب لو رجعوا يستفزوني مرة ثانية وش أسوي؟ قبل ما تتكلمين معهم لازم تكوني واثقة من نفسك، وأن لك حق، وأن الله خلقك بكرامة، وما حد له حق يضحك عليك أو يسخر منك. ولا ليكم بعارفة أن الله نهى عن السخرية من الآخر؟ إلا عارفة، بس أنت قولي لهم. أنت قولي لهم ودافعي عن حقك وعن نفسك، طبعا بحقانية وأدب يا داليا. ما أقدر، والله ما أقدر. إلا بتقدرين إن شاء الله. طيب بحاول، بس أنت روحي الحين، روحي. تمام بروح، بس بكون متابعة أول بأول، وضروري تثبتي لي إنك قادرة تدافعين عن نفسك. إن شاء الله، إن شاء الله. أنا لازم أواجههم وأقول لهم ما لأي أحد حق يظلمني ويعتدي علي أو يسخر مني. أيوة لازم أقول لهم أنا بشر زيهم، ولا ينقصني شيء. ممكن يردوا علي بتنمر زي كل مرة. يا ربي إذ منك، الله يعيننا عاد نتحملها. جات الهبلة اللي ما تفهم، ترى لبسك شين مرة. مش جاب هذا شكلك أصلا مش حلو. يلا لو سمحتي لا تسلم معنا. انت يا هبلة ابن صادق، احنا ما نطيق، لازم نتحملها. ها يا داليا. هلا هلا. ورجعنا للخوف مرة ثانية، وش قلنا قبل شوي؟ طب أنت سمعتيهم؟ ما في أحد ولا سمعت أحد، بس أنت قاعدة تسمعين أوهام. أنا خايف مرة. البنات الآن جايين، وكوني قوية وبس. إن شاء الله، إن شاء الله. شكلها رخيص، شكلها يضحك. السلام عليكم. انت هنا؟ وعليكم السلام. ايه هنا. الله يعيننا عليك. اذا انت مو قادره تعيشين معنا طبيعي ليه تجين؟ وش فيك ساكته؟ هذا هو اللي طفشنا منك. وش فيكم؟ انا ما سويت لكم شيء. انت غبية وهبلة، وحنا ما نحبك ولا نقدر نربط انفسنا فيك. اسمعوا يا بنات، انا ما اسمح لكم تتكلمون معي بهذه الطريقة. ما شاء الله، ومن متى واحنا نتكلم ونقول؟ من اليوم. وبعدين من متى هذا الكلام يا داليا؟ قلت لك من اليوم. خير خير خير، وش اللي تغير؟ أنا قررت وما تغير شيء. وش قررت إن شاء الله؟ ومن متى حنا نقرر؟ من اليوم.
يا ليت، المهم انك ما تكونين غبية للحين. اسمعي، انا ما اسمح لك تقولين عني غبية، انا مو بغبية. الا غبية وما تفهمين الكلام الا متأخر. انت غبية وهبلة كل شيء، انت كل شيء، ما تعرفين تتصرفين بالمواقف زين. وحنا طفشنا منك، ولا نبي نسولف معك ولا نلعب معك ولا اي شيء. انتم السبب. وبعد قولين احنا سبب؟ وش سوينا لك؟ ما عاد الا تقولين الا حنا. داليا، فيك شيء اليوم؟ ايوه فيني شيء اليوم. انا ما اقدر اتحمل اسلوبكم معايا، خلاص ما اقدر اتحمل واسكت. بنات، اذا انا فيني مشاكل وعيوب ما يحق لكم تتنمرون وتسخرون مني. اذا كانت عندكم المشاكل هذه نفسها يحق للناس يتنمرون عليكم. كيف يعني؟ يعني لو انك تفهمين ببطء يحق لي اقول عنك غبيه؟ وبعد قولين انا غبيه؟ خير يا داليا، خير يا داليا، حرام عليك. لحظه يا بنات، يعني لما داليا تقول عن خولة إنها غبية كلكم زعلتوا، وأنتم لما تقولون عنها إنها غبية وهبلة وتطفش عادي؟ أعتقد بعد هذا الكلام ما يحتاج أوضح لكم خطأكم. أخطأتم ولا لا يا بنات؟ إيه. يا سلام، واللي يغلط وش يسوي؟ يعتذر. أسفة يا داليا، منا عايدين. معليش يا داليا، والله ما راح نعيدها. أنت حلوة وتهبلين. تلفي هنا عذب جميل وحديثنا النبع الأصيل في ساعة نسور المورقات شعري عيني أنفي لا يعجبهم، وزني لوني ذقني ما أغربهم. إنهم غرباء وغريب أطوار، لا تسكت أفواههم عن قيل وقال. لكن الثقة فيا ثابتة، فجمال أخلاقي نعمة وهبة. هيا يا رفاق نرقى للآفاق، اليوم جهل نحن لا نرضى وكفى. إنه تنمر مسيء منفر، الآن دعوا هذه أقبح صفة. لكن الثقة فيا ثابتة، فجمال أخلاقي نعمة وهبة. لكن الثقة فيا ثابتة، فجمال أخلاقي نعمة وهبة. فالله تعالى حملنا رسالة.